على أشرف الأنبياء والمرسلين. شكرا للمنابر الإعلامية اللي حاضرة معنا اليوم واللي غطات الدورة العادية لشهر فبراير 2023 واللي ضمن جدول أعمالها 6 نقاط: مآل تجهيز الطريق الإقليمية رقم 4001 وطريق الإقليمية رقم 4030. النقطة الثانية مآل استكمال تجهيز الطريق الإقليمية رقم 4032 من الطريق الإقليمية 4001 إلى حدود واد الشراط. النقطة الثالثة التماس توسيع إعدادية أبي الحسن المريني. النقطة الرابعة الموافقة على برنامج عمل جماعة 2022-2027. الموافقة النقطة الخامسة انتخاب لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية. النقطة السادسة الموافقة على اتفاقية الشراكة تتعلق بتسيير سيارتين للإسعاف بالمركز الصحي الصباح. بالنسبة لهاد النقاط ديال الجماعة، الحمد لله بالنسبة للنقطة الأولى تجهيز الطريق الإقليمية رقم 4001، ربطنا الاتصال برئيس الجهة مشكور على المجهودات اللي قام بها، يعني تبرمجات في 2023. كنا الاجتماع ديال الفريق ديال مكتب المجلس كان دار في 9 شهر 2023. اللقاء مع السيد رئيس الجهة جاء من بعد تحديد جدول الأعمال النهائي. الحمد لله يعني الطريق تبرمجات في 2023 وغلاف مالي ديال 20 مليون ديال الدرهم. الطريق الإقليمية رقم 4030 كانت تم الإصلاح ديالها والبناء ديالها في 2017-2018. اليوم كنطالبوها باش تصلح بواحد يعني بمواصفات جيده. بالنسبه للنقطه الثانيه ما استكمال تجهيز الطريق الاقليميه رقم 4032، كنشكروا مره اخرى الجهه المنح ديالها واحد 30 مليون ديال الدرهم اللي سبق ليها جهزات بها الطريق الاقليميه رقم 4032 من مركز الجامعه في اتجاه تمسنا بغلاف مالي ديال 30 مليون ديال الدرهم، يعني 3 مليار، على مسافة 11 كيلومتر. الجزء الثاني منها هو اللي كنتكلموا عليه وحطيناه في الدورة، هو اللي كيربط ما بين 4001 يعني مركز الجامعة وواد الشراط. كما كتعرفوا ان هاد الطريق هادي يعني هي اللي كتربطنا مع اقليم بن سليمان، وهذا هو اللي خلانا كنطالبوا بها في عده دورات. والحمد لله الاعتمادات الماليه ديالها مبرمجه في الجهه. اللي كاين فيه مشكل هو الدراسات. الحمد لله كما تكلم السيد مهندس الجامعه وتكلم وحاط المجلس بجميع المعطيات ديالها، هو كان كتعترض واحد البلون داميناجمون اللي فيه واحد طريق السيار اللي غتمر بالقرب من هذا الطريق. والحمد لله كما تكلم راه قال معاه الناس الجهه بان الموافقه راه تعطات والدراسه راه غادي تبدا ومن بعد يتم الانجاز ديالها. يعني هذه هي اللي غتكون واحد غادي تفك العزله على 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 عمليه تسخير التمارا مع 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 وبالخصوص جماعة الصباح مع الإقليم ديال بن سليمان وجماعة الشراط. بالنسبة للنقطة الثالثة التماس توسيع إعدادية أبي الحسن المريني. هذه النقطة كان سبق لنا تكلمنا عليها في دورة سابقة مع الناس ديال التربية الوطنية مشكورين على على المجهود اللي قاموا به. والحمد لله حتى هي نفس المشكل اللي طرا بالنسبة للنقطة الأولى طرا للنقطة الثالثة، يعني توصلنا بالاتفاقية يعني من بعد ما تم إدراج جميع النقاط ومن بعد ما كان جدول الأعمال النهائي. وإن شاء الله في دورة استثنائية مقبلة إن شاء الله غادي نوافقوا على على الاتفاقية ديال توسيع إعدادية أبي الحسن المريني. وكيف ما حضرتوا معنا السيد ممثل ديال الوزارة راه ديال بالخصوص مندوبية التربية الوطنية بتمارة بعمالة تمارة راه تكلم، يعني كاين واحد الاتفاقية فيها واحد المجموعة ديال الإجراءات اللي خاصها الدار اللي غدار في دورة استثنائية. بالنسبة للنقطة الرابعة وهي نقطة مهمة هي الموافقة على برنامج عمل الجماعة. الحمد لله كان أغلبية مريحة تصوت عليه بالإجماع، ماشي بالإجماع ولكن تقريبا 21 مقابل اللي رفضوا واحد 3-4 ولا اللي كان تأكدوا من اللي وافقوا على برنامج عمل الجماعة 21
اللي رفضوه هما ثلاثة. برنامج عمل الجماعة هو برنامج طموح، ومن هذا الباب هذا كنشكروا الإدارة، أطر الإدارة، وكنشكروا اللجان الدائمة بالمجلس على الدور اللي قاموا به في إعداد هذا البرنامج، لأن الجامعة ما عندهاش إمكانيات باش دير واحد دير مكتب الدراسات. الحمد لله استعناس بالأطر ديال الإدارة وبالرؤساء اللجان وأعضاء اللجان اللي وضعوا هذا البرنامج عمل الجماعة اللي فيه واحد المجموعة ديال المشاريع، والحمد لله سبقنا في الولاية السابقة أن كان 21 مشروع اللي تنزلت فيه 19 مشروع. كنتمناو من الله إن شاء الله بإذن الله حتى نكرروا نفس التجربة، يعني نعاودوا ننزلوا هذا البرنامج ديال 2022-2027 ننزلوه على أرض الواقع اللي فيه برامج وفيه مشاريع مهمة وكترجع بالنفع على هاد على 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 الساكنة. بالنسبة للنقطة الخامسة، انتخاب لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية تم تأجيل ديالها بأغلبية في دورة لاحقة إن شاء الله. بالنسبة للنقطة السادسة، الموافقة على اتفاقية الشراكات تتعلق بتسيير سيارة الإسعاف بالمركز الصحي صباح. هاد السيارتين كنشكروا من هذا الباب هذا كنشكروا رئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على منح جماعة صباح سيارتين للإسعاف. الحمد لله كتعرف كيف ما كتعرفوا أن النقطة اللي بعيدة على 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 الصباح هي آخر نقطة على مستشفى ابن سينا وعلى للعيشة، بس الحمد لله يعني استفدنا قبل بسيارتين، اليوم كنستافدوا بسيارتين للإسعاف باش نحلوا هذه المشاكل. وكنشكروا كذلك اللجنة الإقليمية على إعادة بناء المركز الصحي بصباح، اللي الحمد لله راه كيف ما كتشوفوا دابا مركز يعني بمواصفات حديثة، حتى هو غادي ينقص العبء على هاد سيارات الإسعاف، لأن الإسعافات الأولية غادي تبدا تعطى هنا في هاد المركز الصحي. كنشكروا كذلك جميع السلطات الإقليمية والمحلية وكذلك جميع الشركاء اللي كيساهموا معنا في تطوير هاد الجامعة. يعني الحمد لله غادي من أحسن لأحسن، الأمور غادا كتغير، يعني ما رغم الإمكانيات المحدودة عند الجامعة الحمد لله اليوم حنا أصبحنا كنتوفروا على واحد المجموعة ديال التجهيزات ومجموعة ديال الآليات بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل المانحين وبفضل السلطات المركزية والإقليمية وجميع جميع الجهات اللي كتساهم معنا من قريب ولا من بعيد. بالنسبه للبرنامج عمل الجماعه، هو في واحد مجموعه ديال النقاط ما يمكن ليش تكلم عليهم في هذه الجلسه هذه، يعني الوقت ما كيسمحش. اللي فيه مهم هو مركز الجماعه، كما كتشوفوا المركز يعني في واحد الحاله يرسلها، ولهذا اضطرينا باش تعطاه واحد الاولويه داخل هذه الولايه هذه، كيف ما تعطات الاسبقيه والاولويه للصرف الصحي داخل الجامعه والبنيه التحتيه داخل التجزئه وخارج التجزئه، يعني دار واحد المجموعه ديال الطرقات ودار الصرف الصحي داخل التجزئه ب 65 مليون ديال الدرهم، دارت الطرق والممرات الراجلين دارت تقريبا ب 30 مليون ديال الدرهم، مازال كنشتغلوا عليها مازال ما كملاش، يعني تقريبا نزلت فيها واحد 70%، مازال واحد 30% كنشتغلوا عليها باش تكمل. والاولويه اليوم معطيه يعني تعطات اولويه للصحه، والدليل هو اعاده بناء المركز الصحي بالجماعه ولي زومبيلونس اللي توفر اللي استطعنا باش نجلبوهم في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. مره اخرى كنشكر السلطات المركزية والإقليمية. وكذلك بالنسبة للنقل المدرسي، احنا كنبدلوا واحد المجهود كبير فيه. اليوم الجامعة ان شاء الله بإذن الله غادي تستافد من ثلاث حافلات ديال النقل المدرسي، واليوم كنتوفروا على 9 ديال الحافلات، بينما في السنوات السابقة ما كنا كنتوفروا حتى على شي حافلة. اليوم باش تغطي هاد الخصائص، يعني مازال خاصنا واحد 3 أو 4 ديال الحافلات باش نغطيو هاد الخصائص اللي واقع. كنحاولوا بهاد الامكانيات اللي عندنا وبهاد السيارات ديال النقل المدرسي باش نحاولوا نرضيو الجميع
يعني كاع الوليدات كاملين كتعرفوا المدارس عندنا سيرتو الاعداديه والثانويه، اما بالنسبه للابتدائي كاين الفرعيات راه تقريبا قراب من 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 الوليدات. اللي عندنا فيه مشكل هو الاعداديه والثانويه وبعض الدواوير اللي جات في الحدود مع 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 جماعات اخرى اللي هما اللي كان تقريبا هما اللي كان باش النقل المدرسي باش يعني نحاولوا كاع الوليدات كاملين نوصلهم المدارس ديالهم، وكذلك باش نحاربوا الهدر المدرسي بالنسبه للفتاه القرويه. كتعرف المدرسه الا كانت بعيده راه الاب ولا الام ولا هذاك كتمنع بنتها باش ما تمشيش، ولكن الا وفرنا لها حنا هذه الوسيله ديال النقل باش توصل للمدرسه الابتدائيه او الاعداديه او الثانويه. الحمد لله حنا كنشتغلوا على جميع القطاعات اللي عندنا فيها نقص، والحمد لله يعني راه كيف ما قلت لكم قبيله راه الجامعه كتغادى من احسن الاحسن، يعني ما غادا كتطور يعني بواحد الوتيره الحمد لله، ما غنقولوش سريعه ولكن غنقول الحمد لله متوسطه، يعني برغم الامكانيات اللي ضعيفه وضعيفه بزاف راه كناكدها وتنعاود ناكدها، يعني المشاكل اللي عندنا هي مشاكل ماديه، والحمد لله كيف ما سبق لنا وتكلمنا معكم وتكلمنا مع جميع المنابر الاعلاميه نحن غادي كنشتغلوا على البنيه التحتيه وكنشتغلوا كذلك على تطوير المداخل ديال الجامعه باش الجامعه تولي عندها موارد وتولي عندها مداخل باش تغطي كاع جميع الخصائص اللي عندها. يعني هذا هو اللي يمكن لي نتكلم عليه في برنامج عمل الجامعه، يعني هو كذلك واحد النقطه اللي مهمه واساسيه هو في برنامج عمل الجامعه كنحاول وضعنا واحد البرنامج ديال واحد المشروع ديال تحويل السوق الاسبوعي الى المكان ديالو اللي مخصص له في البلان داميناجمون. كما كتشوفوا الى جيتوا الى كنتوا كتجيو لهنا السوق الاسبوعي راه كتلقى باللي يعني واحد الاكتظاظ كاين في السوق، يعني المساحه ديالو اصبحت غير كافيه باش بالوافدين على السوق، وبالخصوص من بعد هاد الوافدين من بعد ما تم الاصلاح ديال الطريق الرقم 4001 من سيدي بطاش لمركز الجامعه وكذلك تنسنا، يعني هاد الناس اللي عندهم يعني الطريقه سهلت عندهم الولوج للسوق الاسبوعي، يعني هو اللي خلى هاد السوق الاسبوعي كيكون، والحمد لله هذا الشيء اللي حنا هذا هو يعني هذا ما نطمحوا اليه، هو السوق يكون الحمد لله يكون عنده واحد الاشعاع على الصعيد على الصعيد الاقليمي وعلى الصعيد الوطني، لما لا ونصلحوه ان شاء الله يكون بواحد المواصفات جديده، يعني اللي واحد المعايير اللي كتطلبها السوق الاسبوعي. وهذا نقطه مهمه بزاف اللي تكلمتي عليها، عندنا جوج ديال الشاحنات يعني في واحد حاله ميكانيكيه يعني عندهم عطار مشكل في سميتو. الحمد لله كاين الجماعات المجاوره لنا والجماعات البعيده عنا كيتعاونوا معنا هذه اسبوعين، يعني هذا المشكل واقع تقريبا واحد ثلاثه اسابيع تقريبا. بهذه الامكانيات ديالنا وهذا راه حنا كان يعني كنشتغلوا على اساس باش نحاولوا نقضيوا على هذه النقاط السوداء، واعتذرنا للساكنه. الحمد لله يعني كنشكروا عاود مره اخرى للعمال العراضيين والعمال ديال الجماعه اللي كيسعروا على هذا القطاع هذا، ومن نهار جينا لهذه الجماعه ما عمر كان عندنا مشكل، ولكن كيف ما كتعرفوا بان الشاحنه ملي كدوز واحد المده راه لابد ما غادي تطيح في عطاب او حادثه او اي حاجه من هذا القبيل. هذا الشاحنتين معطلتين الحمد لله راهم في يعني في الصيانه، يعني في المحل ديالهم ديال الصيانه راه غادي نتوصلوا بهم في اخر هذا الاسبوع او في بدايه الاسبوع المقبل ان شاء الله. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.